إذن أخذنا فيما تقدم أن من شروط الصلاة الإسلام. أهم كسلفنا يا صلاة مسفرت إسلمنا تمرنال والعقل أعمروت أنا ممون تمرنال والتمييز ملية تمرنال والنية عندنا ما سب تمرنال. هذه الشروط في كل العبادات النذي بمن يوم عبادة بصلاة بتشاهد اللب بمن يوم عبادة ما ينطروناته في الوضوء الوضوء في الصيام بطومم. إلا أن بعض هذه الشروط قد تتغير في الزكاة والحج غير عند جزي كزكانا كهجلي تم مدلا مكاير بطانا. إذن أول شيء تذكر هذه الشروط الأربعة مجمرا مذكروا نذيه أرات شرط وشناتو وبخاصة الإسلام بتليم إسلمنا يميلون لنذكر الجبال نعم.